المشهد المحذوف وقصة فيلم منى زكي الجديد أصحاب والعز. محمد صبحي يدافع عن منى زكي بلاش تجلدوها. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو متعاطف مع منى زكي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع منى زكي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. المشهد المحذوف قصة فيلم منى زكي الجديد أصحاب والعز. تستند أحداث فيلم أصحاب والعز على محاكاة لأحداث الفيلم الإيطالي الشهير بيرفكت ستينجرز، والذي تم عرضه مرات عديدة خلال سنوات الست الماضية. جدير بالذكر أن فيلم أصحاب والعز تعاون بين لبنان ومصر والإمارات، ويتنافس في البطولة عدد كبير من الفنانين العرب على رسيم الفنانة المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار. منذ 20 يناير أصبح متاحا على نتفليكس، وتم تنظيم عرضا خاص على شرفة في دبي بحضور جميع الأبطال. لتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون لتناول العشاء، ويقررون ممارسة لعبة يضع فيها الجميع هواتفهم المحمولة على مائدة العشاء بشرط أن تكون أي رسائل أو مكالمات جديدة مرئية للجميع. وسرعان ما تحولت اللعبة إلى وابل من الأسرار والفضائح التي لم يعلم بها أحد. وأثار مشهد منى زكي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار غضبا واستياءات كبيرة بين جمهورها ومتابعيها بسبب المقاطع واللغة البذيئة التي تناولها فيلم منى زكي الجديد 2022 الذي انتقده جميع نقاد السينما. الجدير بالذكر أن الفيلم الذي يتعارض تماما مع القيم والأخلاق المصرية والعربية والإسلامية، حيث روج الفيلم للمثلية الجنسية دون أي إظهار أن هذا الأمر منافي للأخلاق والتعاليم الدينية، إلى جانب الخيانة الزوجية وتهاون الأب مع ابنته، مما يحوي بأن هذا الفيلم لم يمكن عربيا من الأساس بل يجسد أناسا غير موجودين. وفي ظل تداعيات فيلم أصحاب والعز ومشاهده من ضجة كبيرة، هي أقرب إلى الترويج السلبي والمعتمد أو الطريقة التي تم عرض الفكرة به منذ البداية، فيبدو أنها فكرة مصطنعة من صاحب الفيلم وجميع المشاركين وإخراجه بتلك الطريقة، التي أكد الكثير من الفنانين العرب والمصريين المنتقدين لهذا الفيلم بأنها طريقة مستفزة ومصطنعة وليست لها حقائق. وهناك عدد كبير من النجوم انتقدوا الفيلم بطريقة شرسة، ومن أبرز الانتقادات التي واجهت الفيلم: ما عنديش أسرار وأكيد ألعبها، رأي منى زكي في لعبة أصحاب والعز. أكدت الفنانة منى زكي عدم خوفها من تكرار لعبة الأسرار التي جسدت جزءا منها في فيلمها الأخير أصحاب والعز، مشيرة إلى استعدادها من تكرار تلك اللعبة في الواقع وحياتها العادية، وذلك لعدم أي وجود أي أسرار تحتسب من إفشائها. وعرضت قناة نتفليكس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لقاء مع أبطال فيلم أصحاب والعز التي عرضته منصة نتفليكس قبل أيام، وأثار جدلا كبيرا فور عرضه. وتحدثت الفنانة منى زكي: اللعبة التي لعبها أبطال الفيلم أصحاب والعز التي اعتمدت على إظهار أسرار الأبطال في جلسة بين الأصدقاء، إذ قالت منى: أكيد ألعبها في الحياة العادية، ما عنديش أي مشكلة، لأن أنا عموما ما عنديش أسرار رهيبة في حياتي. وواجه فيلم أصحاب والعز الذي ضمن أبطاله الفنانة منى زكي انتقادات واسعة بين عدد من المشاهدين، فيما أصدرت نقابة المهنة التمثيلية برئاسة أشرف زكي بيانا حول أزمة أصحاب والعز. وقالت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه، وهبت بالجميع عدم التعرض لأعضاء النقابة لمجرد المشاركة في عمل قد يتفق معه أو يختلف. كما قدم عدد كبير من الفنانين الدعم لمنى زكي، بينما شهدت حسابات الفنان أحمد حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليه بسبب دور زوجته في العمل، فضلا عن الشائعات التي انتشرت تفيد بطلاق الثنائي. هدوء وتجاهل رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب والعز. بين اتهامات الجرأة الزائدة والدفاع عن حرية الفن، بات الصراع مشتعلا بين المؤيد والرافض والمدافع عن منى زكي والمهاجم لها. لكن الهجوم على منى زكي لم يتوقف عند حدها، بل تخطاها إلى زوجها الفنان أحمد حلمي أيضا من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. مشهد فيلم أصحاب والعز لم يتخطى ثواني، ولم يكن مفهوما للكثيرين في سياق الدرامي الذي وضع به، بل وصفه البعض بأنه لم يؤثر في سير الأحداث ولم يكن مهما للغاية. قدمت منى زكي وفقا للنقاد أداء تمثيلي رائعا خلال الفيلم، ولم تقدم أي مشاهد عرية بحسب ما وصف الإعلامي عمرو أديب الذي دافع عنها، ما بانش منها صباع في الفيلم. لكن الفيلم احتوى على أحد المشاهد
التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي عندما أقدمت منى زكي على وضع ملابسها الشخصية في شنطة الخروج قبل زيارة أسرية لأصدقاء العائلة. منى زكي عن دورها في أصحاب العزة: حسيت بالشخصية وتعايشت فيها مع أصحابي. تحدث أبطال فيلم أصحاب العزة عن تفاصيل أدوارهم في الفيلم الذي أثار جدلا مؤخرا بعد عرضه، وكانت بينهم بطلة العمل منى زكي التي تحدثت عن دورها ورأيها في اللعبة التي تمت خلال الأحداث. وقالت منى زكي في لقاء نشرته منصة نتفليكس عبر يوتيوب عن دورها في الفيلم: أنا قدرت أحس جدا بالشخصية وتعشت فيها مع ناس صحابي وناس حواليا كتير، فمهتمة وحابة أبين يعني إيه الست، تبقى حاسة إنها مش ست بسبب الشخص اللي معها. وعن لعبة الهواتف التي لعبها أبطال العمل خلال أحداث الفيلم وكانت هي بداية الأحداث الرئيسية، قالت: أكيد ألعبها في الحياة العادية ما عنديش أي مشكلة، لأن عموما ما عنديش أسرة رهيبة في حياتي. وشهد الفيلم جدلا واسعا منذ عرضه بشأن القضايا التي يناقشها وبعض المشاهد التي رآها الجمهور. وردت نقابة المهنة التمثيلية على هذا الهجوم على الفنانة المصرية بيانا أكدت فيه أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي ومن وجدان الفنانين المصريين، تحميه النقابة وتدافع عنه، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه. وحرص مطرب المهرجانات حمو بيك على توضيح موقفه من التصريحات المنتشرة على لسانه بشأن الفنانة منى زكي بسبب فيلمها المثير للجدل أصحاب العزة. حمو بيك أوضح وكتب على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تعليقا على التصريحات المنسوبة له عن منى زكي بعد فيلم أصحاب العزة: للمرة المليون، بوست مفبرك باسم وجرايد تنشر بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر. ويضيف حمو بيكا بخصوص البوست المنتشر على لساني: إن قلت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية، الكلام ده ما صدرش مني نهائيا ولا صدر في بوست أو ستوري أو لايف على صفحات رسمية. كيف أكد بتضليل وتشويه لاسمي؟ مش كل حاجة انتشرت لازاو اسم حمو بيكا فيها. أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة فيلم أصحاب العزة ونجوم الفن يدعمون منى زكي هو تصريح النجم السعودي الكوميدي ناصر القصبي الذي اتهمه بصورة مباشرة بأنه يدعو إلى المثلية الجنسية والترويج لها وفي تغريد. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب قبول منى زكي بهذا الفيلم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.